رحب بحضراتكم الفقرة الثانية النهاردة وملفات كتير أكيد هنتكلم عنها تخص الأهلي ومنتخب مصر ومحمد صلاح وغيره وغيره، بس نرحب ونقول له بقى الحمد لله على السلامة كابتن صديق الجمال، منورنا النهاردة نجم الأهلي السابق، كنت حضرتك عامل عملية كمان. الحمد لله، ألف سلامة وصباح الفل. صباح الفل. الحمد لله على سلامتك يا كريم. الله يسلمك. طبعا عندنا حاجات كتير نتكلم مع حضرتك فيها النهاردة، وخلينا نبتدي مع المنتخب والامال المنعقده على المدير الفني الجديد للمنتخب كابتن ايهاب جلال، وفي ناس بتتارجح ما بين التفاؤل وما بين الحذر الشديد اللي مبني على تجارب سابقه في الفتره الاخيره لمنتخبنا مع اكثر من مدير فني وانجازات كانت اقل وصف ليها ان هي كانت غير مرضيه لجماهير منتخب مصر، فرؤيه حضرتك للي جاي ايه ان شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لازم نكون متفائلين، احنا عندنا بدايه في بكره مباراه، كابتن إيهاب جلال استلم المهمة من كروش، وبرضو الناس بتعمل مقارنة طبعاً إن الفترة السابقة والفترة الحالية اللي هي المستقبلية بالنسبة لمنتخب مصر تحت قيادة فنية مصرية، طبعا بنتأمل وبنأمل يعني إن يكون فيها نجاحات وفيها نتائج مرضية للجماهير المصرية وفيها بطولات واستحقاقات، يكون فيها نجاحات إن شاء الله بإذن الله. فترة كروش مش عايزين نقول ايه فشل عشان اللفظ، يعني بنقول مثلا لم يوفق مع المنتخب سواء في بعض الاختيارات سواء في طريقة اللعب سواء في النتائج. البطولات اللي احنا دخلنا فيها مع كروش بداية من كأس العرب اللي كان بقطر، الأمم الأفريقية، تصفيات كأس العالم، الناتج المحصلة النهائية ان هو لم يوفق. طبعا الناس حط أمل كبيرة ان تغيير الجهاز الفني بمدرب مصري واعد عنده امكانيات وعنده طموح وعنده دوافع كبيره جدا ان يثبت وجوده ويكون جدير بالمهمه دي. كابتن ايهاب في ميزه كويسه، طريقه لعبه بتبقى هجوميه، عنده امكانيات فنيه كويسه، الفرق اللي هو اشتغل معاها، طريقه اللعب، تغييراته، قراءه الملعب من بره، حتى في الاختيارات، يعني انا خد مثلا لعيبه جداد ممكن عنصر او عنصرين على المجموعه اللي هي القديمه، الحرس القديم زي ما بيقولوا يعني، فممكن يكون لهم دور في المنتخب الفتره اللي جايه. كابتن ايهاب بس مطلوب مسانده ومطلوب دعم جماهيري واعلامي رقم واحد للكابتن ايهاب عشان يحقق نجاحات، وزي ما بيقولوا كده نديله باور ان هو يشتغل في جو كويس. انما لو في ناس مش مقتنعه ان الكابتن ايهاب جه او مشككين سنه، دي بتبقى في توتر في العلاقه اللي بين الكابتن ايهاب وبين الجو المحيط بيه المنظومه بتاع كره القدم. احنا زي ما ساندنا كروش رغم الاخفاقات لازم نساند كابتن ايهاب جلال، وانا شايف ان شاء الله بدايه من بكره هيبقى ليه دور مع المنتخب ويحقق نجاحات باذن الله. يا مسهل، يعني خلينا نقول برضو المقارنة بتبقى دايما unfair، خلينا نبقى صرحة، يعني كابتن إيهاب داخل على مهمة صعبة جدا والناس من قبل أو من ساعة ما تم إعلان اسمه هما بيبتدوا يقارنوا وهو هيبقى أحسن من كيروش ولا كيروش أحسن، وخلي بال حضرتك حضرتك قلت إن في ناس مساندة كيروش كانت في الأول، بس هو كان في ناس كتير جدا ضد كيروش برضو في الأول، بس اللي كانوا معاه كانوا أكتر، وإحنا للأسف الشديد عندنا إحنا من الناس اللي بتحكم أو ثقافتنا نحكم على ماتش بماتش ولعبة بلعبة، نرفع السماء ونهدم حسب اللعب اللي قدامنا، حسب الحالة واللحظة اللي بنتكلم فيها، فبرضو ده تأثيره النفسي على المدرب أو المدير الفني بيبقى زي ما تقال هارش شوية أو يعني قاسي، بيبقى فيه ضغوطات على المدير الفني. أنا قلت المساندة الإعلامية والجماهيرية رقم واحد للكابتن إيهاب جلال، المنظومة بتاع كرة القدم في مصر لازم تديله الثقة، تديله إحساس إن هو جدير بالمسؤولية. ساعة الاختيارات كان في شوية تشكيك، شوية في ناس عايزة تجيب فلان وناس عايزة تجيب فلان، الاختيارات المفروض تبقى بدقة وفيها فكر للمستقبل. احنا شايفين كابتن إيهاب جلال لما وقع عليه الاختيار عنده المقومات إن هو يكون متواجد بالذات الفترة دي، الراجل عنده ثبات انفعالي، الهدوء بتاعه دوت بيدي ثقة للعيبة، وعنده قراءة ملعب كويسة، طريقة لعبه سواء لما استلم الفرق اللي مسكها كلها بتلاقي الحتة الهجومية طبعة على الأداء بتاعه، يعني غالبة على الأداء بتاعه الهجومي أكتر من الحتة الدفاعية. فأنا شايف إن شاء الله إن هو بعد الوقوف بجانبه زي ما بيقولوا يعني والمساندة ممكن يبقى ليه دور الفترة اللي جاية مع المنتخب
ويحقق نجاحات. لو احنا من اول عملنا عليه ضغوطات كتير وهو ما تحملهاش مش هيكمل المسير. انا بقول على كروش، انت حضرتك قلت في ناس بدات قضيته، لا اللي معاه كان اكتر، بدليل ان هو كمل للاخر. لا هو كمل للاخر لظروف كتيره برضو يا كابتن صديق، لان هو ما كانش ينفع اصلا ان انا اغير وقتها. بس في يعني في بشاير يعني، الدوره بتاعت قطر ما انا مش كل مباراه، انا معايا لعيبه كويسه جدا جدا، كفايه ان احنا عندنا يعني محمد صلاح، تريزيجيه، الناس المحترفين، مصطفى محمد، الناس اللي في زيزو، الناس اللي في الثلث الاخراني ما استغلهمش استغلال جيد جدا جدا. يعني لازم الناس دي ينزلوا في اي مباراه يصنعوا الفارق. المباريات اللي لعبوها ده الواحد منهم المفروض ينزل يصنع الفرق. بس ممكن يكونوا متواجدين غير ما يكونوا متواجدين مع الفرق برضه في اوروبا، في مسانده في طريقه اللعب بره. ما دي الانتقادات اللي دايما بتوجه لصلاح، ان أيوه. هو مع ليفربول ظلم، وضع ظلم. ومع منتخب مصر وضع تاني. مظبوطه يا كابتن كريم، ظلم ان الناس بتقيم، فهو المدرب لازم يساعد دي، ان لازم الخطوط تبقى قريبه. انما كل المباريات اللي لعبناها حتى اللي في كاس العرب لازم يلعب بطريقه عقيمه جدا عشان يوصلك لضربات الجزاء. انت عندك الشناوي وعندك ابو جبل، لو عندك أيوة، بس احنا لعبنا بطريقه عقيمه لدرجه ان احنا جالنا شلل رباعي كمشاهدين للمنتخب في البطوله دي بصفه خاصه، كاس. بما فيهم الناس اللي كانت مشجعه ليه في الاول على فكره. البطوله دي كانت قلبت عليه بعد كده، كانت هتدي له باور وتدي له قوه. لا ده في لعيبه ما خدهاش، يقول لك انا بجرب. تجرب ايه؟ ده كاس العرب، ده احنا كمصر في كره القدم معلش يعني عندنا باع طويل. فالمفروض تاخد بطوله زي دي تقويك في بطوله الامم الافريقيه، تقويك تصفيات كاس العالم. انما كل مباراه مستنيين ضربات الجزاء. لا هو كان كل بطوله يقول لك انا جاي للي بعدها وبعدين نخسر، جاي للي بعدها. فاكر الفتره دي؟ لا الفتره دي عامله زي ايه بقى؟ اسماعيل ياسين بقى هينزل للميه كل شويه يرجع لورا. يعني انت ما خدتش الاسهل، هتاخد الاصعب ازاي؟ يعني باي ديفولت يعني. وصلنا مع السنغال اللي خدنا علقه في الملعب، حكم ولو طريقه اللعب، لا احنا عانينا. فهو الله يوفقه يعني مشي. نتكلم في ابننا بقى الموجود ايهاب، كل الدعم وكل الثقه لازم تكون متواجده زي ما قالت نهاوند، عشان نديله الدفعه. الدوافع موجوده عنده وعند اللعيبه، وبعدين اللعيبه كلها اللي كانت متاخده قبل كده نضاف عليهم اثنين او ثلاثه، محمد ابراهيم وابراهيم عادل دول اخر اثنين. واحمد عاطف برضو لعيب كويس جدا جدا اللي في فيوتشر. هو كابتن ايهاب اي حد يلاقيه هيستفيد منه هيضمه، فيضمه بقى ازاي؟ انت عندك واحد زي عبد القادر، احمد عبد القادر مثلا. كابتن ايهاب في لعيبه كويسه جدا جدا جدا، بس هو جاي عنده ماتشين مهمين جدا. عندك دنيا في القاهره وعندك اثيوبيا بره، وبعدين برا دول الاستحقاقات اللي جايه كلها او المباراتين دول بتوع الامم الافريقيه. هو راجل برده مش عايز يعمل حاجه تخرج عن النص. ازاي بقى تخرج عن النص؟ ان هو يجرب حد جديد ويحصل دروب هو يشيلها. فانا اعمل ايه؟ انا عندي المجموعه اللي بلعب بيها قبل كده بتلعب، وبعد كده اعمل ايه؟ ادخل عنصر عنصرين. ايوه بس لو الحد الجديد ده اللي انت وانا مستبعد قوي فكره انه لسه هيجرب عبد القادر يعني باستثناء طبعا اللقاء الاخراني ما كانش في احسن حالاته، لكن بشكل عام هو لعيب مهاري جدا، واكيد من هو من الصنف اللي بيعمل الفارق. مظبوط. مش ليه نتحرم منه في المنتخب؟ مش يجرب هو برضو ايه؟ المنتخب لما فنش في تصفيات كاس العالم الهيكل كله موجود بالمحترفين، هو عارف التيم اللي هيخش. حجازي كان مصاب، الحمد لله هيبقى مكسب كبير ان هو رجوعه، لان بيدي برضو قوه لخط الظهر بتاع منتخب مصر احمد حجازي. لما يخش واحد من الناس الجداد هيخش لما يكون الدنيا ماشيه كويس والفرقه متظبطه، هيقدر يدخل في التوقيت المناسب بخبرته. انما لو جه غير اثنين ثلاثه في التشكيل ممكن يحصل دروب. لا خلينا احنا ماشيين على التشكيل الاساسي، ندخل عنصر لو في اصابه او واحد بيخش اجباري لازم يخش. تعرف يا كابتن صديق، انا بس بتمنى حاجه او برجو حاجه واحده. القصه في ان احنا مش عايزين سيناريو كيروش مع اللعيبه او بعض اللعيبه يتكرر تاني. كيروش استلم بعض اللعيبه اللي هي اساسيه في فرقها، ولو هتكلم عن الاهلي عندي يعني كان عندي محمد شريف وقفشه لما فكره استبعدهم وبعدين اجيبهم، وبعد ما اجيبهم ما اديهمش الفرصه الكافيه وانزل 10 دقائق واطلع. لما هو بقى رجعهم لي تاني، انا بدي مثال بالاهلي، ده ما حصلش فقط مع الاهلي. صح. لما رجعهم لي تاني ما رجعهم ليش بنفس المستوى. صح. هو استلمهم بمستوى يعني هو قفشه ومحمد شريف في الثقة. حاجه خلاهم فقدوا الثقه. ما ده مش حلو، انت بتدمر كده. اهتزوا، ما هو اللعيب برضه نفسيا انت بتقعد مع اللعيب بتهيئه نفسيا، بينزل في الملعب بيكسر الدنيا. لو انت جيت كل شويه يلعب تغيره يلعب تغيره، وبعدين يجي التشكيل الاساسي ما تحطوش، اللعيب لازم يفقد الثقه في نفسه. طب. ما عملها مع عشان برضه باين قوي مع محمد نكون شريف منصفين، نكون منصفين قفشه وشريف والحاجه بقى اللي برضه كانت واضحه جدا جدا زيزو.
جه عليه فتره لعب نادي الزمالك كان ماشي كويس جدا جدا. زيزو ده رائع على فكره بصراحه، الحق يقال يعني. مظبوط كلامك، لازم يكون موجود في التشكيل الاساسي. جه بقى ما بيحطوش، بيحط في اوقات قليله جدا، رغم ان الفرقه كانت محتاجاه في بعض المباريات، ان هو كان برده بيدي قوه مع محمد صلاح مع مصطفى محمد. صح. فالمدرب دي ان شاء الله مش هتبقى موجوده في الكابتن ايهاب. نتمنى. كابتن ايهاب مصري وعنده حته الاحساس باللاعب اللي هو المصري، هيعامله ازاي؟ امتى يجيبه على المنتخب ويديله وياخد مباريات زي ما نهواندي بتقول، امتى ان هو يحطه بره؟ انما انا اجيب واحد متالق مع النادي الاهلي وبيلعب واحد او اثنين، يجي يشيلهم خالص من التشكيل وبعدين يشيلهم من المنتخب. ما انا قلت لك ايه؟ هو خان التوفيق في الاختيارات وفي طريقه اللعب وبعض المباريات اللي هو كان بيدافع فيها ويوصلنا ضربات الجزاء. طب فاضل ايه تاني؟ ما المحصله النهائيه عمل ايه؟ هو بقى بعت ومشي المنتخب واحنا ما استفدناش حاجه. رغم ان البعض كان بيقول لك خليه يكمل خلاص حفظ اللعيبه واللعيبه حفظته، بس كان دي يعني دي مسكنات. الناس دي ما بتحبش البلد، الناس دي شخصيتها لازم تكون كمين. قويه. لا بكلمك جد، انا دلوقتي في منظومه كره القدم في مصر لازم اللي يكونوا اعضاء اتحاد الكوره او الناس لو في لجنه فنيه للمنتخب لازم يكون ناس بتاعت كوره. مفيش عاطفه، مفيش واحد يقول لك ايه طب خليه شويه الفتره دي اصل فلان اللي جايبه. لا، في الاخر نتائج جيده بالظبط يحاسب عليها. صح. اصل احنا دي بلد، ما ينفعش انا احمل واحد مسؤوليه وهو مش جدير بيها في الاول وفي الاخر. ايه اللي حصل؟ لا ومش اي بلد، بلد ليها اسمها وليها تاريخها في البطولات على صعيد المنتخب. يعني ما كانش ينفع نمر بالتجارب التعيسه اللي احنا مرينا بيها الفتره الاخيره، وعشان كده في مننا البعض مننا متخوف، واخد بالك من حاجات كتير، من ضمنها ان مثلا ان كابتن ايهاب جلال ما ياخدش في اعتباره او ما ياخدش في الحسبان النقاط اللي كانت مثار تعليقات وانتقادات كتير جدا من جماهير كره القدم في مصر، منها حته ان في اسماء بعينها المنطق بيقول ان هم يكونوا موجودين في المنتخب عشان قدراتهم وامكانياتهم تساعدهم تخليهم يقدروا يبقوا عنصر فعال جدا في المنتخب، وده ما بيحصلش. صح. في كتير صح. من الاحيان. صح، انا متفق مع حضرتك، بس كابتن ايهاب زي ما قلنا في البدايه، كابتن ايهاب مدرب مصري عارف اللعيبه اللي ممكن تتضم وهتفيده، لان نجاحه يمكن لو انا احط نفسي مكان نجاحي قبل اي حد. البلد رقم واحد ما حدش اختلف، بس مفيش واحد هيجي يقوم بالمهمه دي ويكون عايز يفشل. صح. سواء في الاختيارات، سواء في اللعيبه اللي هتبدا، سواء في التغييرات، لان كل حاجه العيون كلها ده منتخب مصر، مش نادي هيتدرى ورا نادي تاني. لا، المنتخب النتائج واضحه، اللعيبه المنضمه واضحه، مين المفروض يلعب وياخد، مين المفروض يبقى بديل، مين اللي ما يتضمش الفتره دي. فانا زي ما اتفضلت قلت احمد عبد القادر في لعيبه كتير كويسه طبعا هي في حساباته، وهو لما ضم ال 40 كان كاتب ال 40 لعيب، حاطط لعيبه كويسه جدا، عنده اساسي وبديل وبديل البديل، لما يحتاج عناصر هيضمها. كويس. مش هيجامل حد. لا، مفيش حد من اللي معاه، مش عايزين مجامله اصلا يعني، مفيش حد من اللي معاه هيغلطه. كروش ممكن حد من اللي كانوا معاه مثلا يقول له وجهه نظر، لا قبل واحد قال له وجهه نظر، بس وجهه نظر هو لان هو من البلد. بص يا كابتن صديق، هي يعني هي زي ما بتقال كده مؤسسه كامله، وفي نفس الوقت برضو شق التصريحات اللي كان كيروش، احنا مش عايزين نتكلم على كيروش كتير، بس هو برضو لم يوفق في التصريحات، كان في تصريحات يعني مش هقول سخيفه بس تصريحات غير موفقه. هي كانت سخيفه. لا بصي، لا عشان ما نقولش برضه لفظ غير موفقه تماما. عنده يعني عنده خبز كروي وذكاء، كان بيعرف يتعامل مع الاعلام او اي ما بيجي مثلا بيستضيفوه او في اي حاجه مثلا يطلع كان بينايم الناس، انا جاي عشان كذا، مفيش حاجه اسمها جاي عشان كذا، ما كل حاجه محسوبه علينا. الناس جالها ضغط. لا، ولما قعد يقول لك انا معيش منتخب يعني في فلان وفلان، قعد يدي امثله ويقارن. انا ما بحبش الطريقه دي يعني. مش طريقه ابدا، حتى لو كانت على سبيل المزاح ان هي تقبل يعني. احنا دفعنا ثمنها، فكره انك تقلل يعني من المنتخب بتاعك. دفعنا ثمن التصريحات دي، ان احنا بره الامم الافريقيه ما خدناش البطوله، وبره تصفيات كاس العالم في ناس اقل مننا. صح. فنيا وامكانيات، وصعدوا في طبعا كاس العالم. طيب. خلينا نروح الفتره الجايه ان شاء الله، خلينا نروح للفتره فعلا اللي جايه واللي احنا فيها دلوقتي. ومحمد صلاح، احنا عندنا دلوقتي غينيا واثيوبيا وماتشات مهمه، وناس كتير بتتساءل عن جاهزيه محمد صلاح وهيأدي ازاي. الفكره هنا النقله دي بقى نفسيا كمان هتبقى استعداداتها ازاي يعني. كمجمل انا عايز اتكلم انا وكريم مع حضرتك في ملف محمد صلاح. محمد صلاح طبعا، محمد صلاح الفتره اللي فاتت اتحمل ما لا يتحمله اي بشر من ساعه ما كان بيقدم على المنتخب في الامم الافريقيه وفي تصفيات كاس العالم. كان في ضغوطات كبيره جدا جدا عليه،
في ناس انصفته واتكلمت عليه كويس جدا، وفي ناس عندها الهجوم المباشر على اي حد ناجح عموما، بتكسر مقاديف اي حد يكون ناجح. العكس بره، كل الاهتمام وكل الدعم اللي موجود لصلاح بره بصراحه ما بشوفوش في مصر، من 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 امكانيات الناس الاعلاميين، من الناس الفنيين، ما حدش اثر مع صلاح بره. ما هنا حطوا عبء كبير جدا جدا عليه. صلاح لعب المباراه كلها بالاكسترا تايم بتاعه، اجهد، تعب، الناس برده اللي كانت جنبه ما فيش المسانده والمساعده زي ما بيلعب بره. كل ده كله صلاح اتحمله. معلش انا عندي بس هنا تحفظ في تفصيله صغيره جدا. اتفضل. محمد صلاح في مصر وفي العالم العربي لفترات طويله جدا، يعني كواليتي الكلام اللي دايما بيتقال عليه ما فيش احلى من كده، يعني كنا بنتغنى بيه زي ما الانجليز كانوا بيتغنوا بيه او ما زالوا بيتغنوا بيه. يمكن في اوقات معينه صلاح لاعتبارات ما اعرفش بقى، هل هي تخصه تخص المدير الفني، تخص الاختلاف ما بين وجوده مع المنتخب هنا ومع المنتخب. لفتره من الفترات الناس كانت متوقعه منه حاجات كتير ما شافتش قوي اللي هي كانت مستنيه منه، فده خلى البعض ينتقد ويتحفظ. بس هو ما لكن أثرش. على صعيد الكلام عن محمد صلاح ما هو ما اثرش. بص بالنتائج بالارقام متفوق على ناس كتير جدا جدا في كره القدم سواء عالميه او مصريه. الراجل كان بيجي يأدي وبيأدي دوره على اكمل وجه، بس كان في ضغوطات لما كان في المنتخب والنتائج ما ساعدتناش، وكان في اجهاد غير طبيعي عليه هو بالذات. الوحيد اللي لعب المباريات 120 دقيقه، لما يلعب ماتشين او ثلاث مباريات والضغط اللي عليه وفي الاعلام والضغط اللي في الملعب والضغط، كل مباراه بتلاقي اثنين ثلاثه بيخبطوا فيه في الملعب، مفيش مسانده ولا مساعده فنيه في الملعب كامكانيات لعيبه ان يشيلوا الضغط اللي عليه او العبء اللي عليه او يخلقوا له مساحات عشان في طريقه اللعب. كل الحاجات دي كلها بتفرق معاه. لما نيجي بقى على بره زي مثلا بيعملوا مقارنه بصلاح مثلا وبنزيما او باللعيبه اللي بره، صلاح في الدوري الانجليزي يعني الارقام اللي حققها السنه دي، هو خسر دوري الابطال ما توفقش في البطوله عندهم في الدوري الانجليزي، بس وصل لغايه اخر مباراه لغايه تلت ساعه وليفربول بينافس لحد ما السيتي خد البطوله. ليجي واخد احسن هدف، هدف عالمي، ده خد كل الجوائز تقريبا، لا هدف عالمي يعني. يدرس اللي جاوب في المان سيتي يوقعهم في الارض يقومهم، جاب جون عالمي. واخد احسن لاعب في رابطه المحترفين، واخد احسن اسيست، عامل 13 تمريره، واخد هداف الدوري الانجليزي مكرره، شفت مرتين او ثلاث مرات كانت مناصفه السنه دي، واخد حاجات ارقام فرديه عاليه جدا جدا جدا، ما حدش يقدر يجي ناحيته الراجل يعني. ربنا يوفقه ان شاء الله في اللي جاي. لا لا لن يكسر. بس احنا هنا انا شايف المعامله مختلفه عن بره. بره الناس بتتغنى بيه، بتروح الشوارع. هقول لك على حاجه، انا ما شفتش بوست لصلاح في قلب القاهره او جنب مثلا الملاعب اللي احنا بنخشها لمحمد صلاح. ده في انجلترا البوستات كبيره جدا جدا، الوحيد اللي في اللي هو مثلا فان دايك على والمدرب بتاعهم حاطط لهم بوستات كبيرة. على الملعب هناك عند ليفربول ولا ان جنرال في البلد؟ في البلد بتاعته في انجلترا. في اماكن معينه في المكان المحيط بمشجعين ليفربول يعني الاهتمام كبير جدا جدا. هنا احنا بنفطس، مش عايزين. هقول لحضرتك حاجه، كلامك صح، بس جدا لا لا كلامك صح، بس ميديا. مش ده العام، مش دي النظره العامه. بس في بعض الاشخاص دي موجوده، بتبقى موجوده في كل مجتمع، اللي هم الاشخاص الفشله دايما بيحاولوا ان هم او بيبقوا نفسهم كل الناس الناجحه تحديدا تبقى فاشله زيهم. دي ثقافه موجوده في اي حته في العالم. فمين اللي هيطلع ينتقد او هيطلع يشمت او هيطلع يعمل في محمد صلاح او اي رمز ناجح؟ بيبقى شخص فاشل. يعني احنا انا وكريم قلنا النقطه دي قبل كده وهي واضحه للجميع. فكلام حضرتك مظبوط، بس مش هنقول احنا كثقافه، هي موجوده للفئات اللي هي منعدمه النجاح اصلا. فيسبوك وتويتر حاجات، هو لما بيسمع الحاجات دي من جواه برضه بيكون منزعج، هو ما بتفرقش والله معاه. الواحد مش المفروض يلتفت اصلا، يعني مين اللي بيتكلم؟ انا عشان التفت لحد بيقول حاجه لازم يبقى له قيمه. يعني فمين اللي بيتكلم؟ بس يعني لما الناس تيجي تتكلم عشان نكون واقعيين، ما فيش حد لا مؤاخذه يعني، لازم نكون واضحين وصرحاء، ما فيش حد يجامل حد. لما ناس تيجي تقول لك ايه، انا هشجع النهارده ريال مدريد عشان انا ايه، ما تفرقش مثلا معايا محمد صلاح لان انا بتشجعه من قبل ما صلاح ما يلعب كوره. ده احنا بنشعلق في اي حد ناجح طبعا، في السياسه، في الفن، صح، في الرياضه، في ده احنا بيرفع لك اسم مصر في الاخر. انت بتروح اي دوله اوروبيه بيشوف الجواز يقول لك مو صلاح، معلش يعني
كان بيبص لنا بنظره ثانيه، الراجل اللي رفعنا في السماء. ده لازم، انت لو انت مش بتشجع ريال مدريد ولا برشلونه، ده انت تعمل كده اكنك مش شايفهم وتقول صلاح. انت حضرتك رديت على 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 النقطه بنفسك، ما تزعل. القصه اهو، هو بيبص في الباسبور المصري يقول لك مو صلاح. حد بقى هيبص في الباسبور المصري يقول فلان اللي هو مش عارف اسمه ورده الحياه ولا مش عارف ايه، على استفزاز على السوشيال ميديا اللي بينتقد محمد صلاح. استفزاز لعيبه قدامى، لا ولا نلتفت يعني. لعيبه قدامى ونقاد وناس رياضيين، لا انا مع يا اخي خبي الكلمه، راعي مشاعر الناس الثانيه اللي بتحبه. اصل هو في الاول والاخر ده مصري يعني. لا هو ما فيش ازمه ان حد يشجع فريق مختلف، على فكره دي رياضه في الاول وفي الاخر. بس لكن انا لا انتقد ولا اقلل من محمد صلاح كرمز مصري ناجح لما في الخارج يعني. يبقى انت كعاطفه وانت مصريه هتقولي انا مع صلاح. في ناس تقول لك انا بشجع اكس بس انا مع صلاح، يعني دي برضو موجوده. بس مش هنقول ان دول يعني. الواحد بصراحه بيبقى منزعج من الحاجات دي. لازم كلنا نتكاتف. هو ان شاء الله مع المنتخب زي ما كريم تفضل بيسال يعني الفتره الجايه. صلاح عليه عبء كبير جدا، قائد عنده خبرات دولية محلية، لازم يشد من أزر برضو اللعيبة ويديهم باور مع الكابتن إيهاب جلال، ويكون مساند قوي جدا جدا مع المدرب لأنه عنده خبرات كبيرة. فبرضو بتفرق مع أي مدرب أن يكون معاه لعيب زي صلاح والناس المحترفين اللي هي على مستوى عالي. أكيد هيفيدوا في الحتة الفنية برضو في أي حاجة كاستشارة فنية، لأن في الأول وفي الآخر المصلحة عامة. والمصلحتنا ان احنا نتكاتف كلنا من اول صلاح لحد الفرقه كلها، لازم نبقى ايد واحده. خلينا نقف بعد اذن حضرتك عند التفصيله دي ونطلع فاصل ونرجع، عشان حتى برضو حضرتك تحضرنا. احنا كان سؤال السوشيال ميديا الخاص بحلقتنا النهارده بنسال من خلاله مشاهدينا عن توقعاتهم لتشكيل منتخب مصر امام غينيا في اللقاء اللي ان شاء الله هيجمع ما بينهم. خلينا نطلع فاصل ونرجع حتى تبص معانا بص على الاسماء اللي الناس رشحتها. طيب احنا لسه معانا كابتن صديق، وهنتكلم بقى وهنعرض كمان الاجابات بتاعت حضراتكم الخاصه بالسوشيال ميديا. واحنا كنا بنسال تشكيل منتخب مصر امام غينيا، توقعاتكم لهذا التشكيل ايه؟ انا برجو بس من الاخراج دلوقتي اعرض لنا الاجابات واحنا بنتناقش مع كابتن صديق عشان نعرف ونقارن اجابات الناس واحنا دلوقتي هي بتتعرض على الشاشات، ونشوف حضرتك برضو توقعاتك قريبه للناس ولا لا. بتتوقع التشكيل هيبقى عامل ازاي؟ طبعا هو لسه يعني لم يتم الاعلان اكيد عنه، ولكن خلينا نعرف من حضرتك يعني بتشوف ايه التشكيل الامثل. اكيد الكابتن ايهاب زي ما قلت لحضرتك في البدايه مش هيحاول ان هو يغير كتير، هيلعب بالهيكل اللي كان موجود. يعني ممكن ندخل عنصر او حاجه، او لو حد مصاب ولا حاجه بيحصل تغييرات في بعض المراكز يعني. بس انا شايف كترشيح يعني ممكن يبدا بكده، هيبدا بالشناوي طبعا، وان شاء الله عوده حجازي، وطبعا الونش، وفي احمد فتوح مصاب ممكن يلعب ايمن اشرف باك شمال، وفي ناحيه اليمين ممكن عمر جابر او يلعب عمر كمال عبد الواحد. نص ملعب فيه النني وفي السوليه، ولان طريقه برضو لعب الكابتن ايهاب انا متاكد هتبقى هجوميه شويه، النني والسوليه في حته الارتكاز، ويلعب زيزو وقدام مصطفى محمد ومحمد صلاح وتريزيجيه. طبعا في كتير من الاسماء اللي حضرتك قلتها قاسم مشترك في معظم اجابات الناس اللي احنا بنشوف عينات منها. اجهز ناس ومرموش طبعا لعبوا قبل كده. في برضو ما هو مرموش ممكن يا تريزيجيه مرموش مثلا، فانما صلاح طبعا هو كيروش كان بيحب يبدا بمرموش. لا الكابتن ايهاب هيبدا باللي هو عارف المفروض ايه، عارف الفتره دي قدام عينيه هيبدا بيه، وحاطط برضو كره ورقه رابحه بره في لعيبه كتير جدا بدلاء كويسين ممكن ينزلوا صناع الفرق. مصطفى محمد ايه ظروفه؟ مصطفى ممكن لو هو كابتن ايهاب بدا بيه ما فيش مشكله، ممكن لو مصطفى بره يدخل مرموش، يبقى مرموش وتريزيجيه ومحمد صلاح. هو مش هيلعب يعني كابتن ايهاب كورته هجوميه. الناس اللي انا قلت عليها مثلا صلاح ومرموش وتريزيجيه مصطفى محمد، لازم الاربعه تلاقي منهم ثلاثه قدام، وزيزو يجي مثلا من تحت يبقى كده عنده اربعه فوق. احنا عندنا الحقيقه خطين الوسط والهجوم عندنا فيهم اسماء زي الفل، لو احسننا استغلالهم وتوظيفهم. ايوه ما لازم بقى هنا ايه، انت بتلعب اثيوبيا مش بتلعب مثلا السنغال. برضو ما كل الاحترام ليهم يعني، فلازم كورتك تكون هجوميه. اهم حاجه التلت الاخراني يكون في اكتر من ثلاث اربع لعيبه، وحد كمان من نص ملعب كامل يكون في خمس لعيبه، لان انت بتلعب في ملعبك. مظبوط ولا غلط؟ مع غينيا سوري، مبدئيا مع غينيا مع غينيا الاول. اثيوبيا هيبقى غالبا في ملاوي حتى مش اديس مع غينيا سوري مع غينيا. فلازم احنا الكوره تكون هجوميه من الاول، ونستغل الكفاءات اللي عندنا والحاجات الفرديه والحاجات الجماعيه في التلت الاخراني. فانا شايف المجموعه اللي انا قلتها في الاول دي ان شاء الله تفرق معانا، بس حته التغييرات
في بره عادل، ابراهيم عادل، في محمد ابراهيم، في احمد عاطف ده لعيب كويس برده، في لعيبه كويسه، في عاشور، في قفشه، فتلاقي برده التغييرات هتكون ان شاء الله تكون لصالح المنتخب في الحته اللي فوق ان شاء الله، ما مش هنغير تحت الا لا قدر الله حد اتصاب او حاجه. لا لا نامل بقى يعني تعبنا الصراحه. لا باذن الله، وانا شايف ان شاء الله يعني اللي هتبقى بدايه موفقه للكابتن ايهاب، زي ما قلنا مسانده وكل الدعم. احنا دعمنا واحد جه كان في المؤتمرات عمال ينيم الدنيا كلها، ايهاب في الاول وفي الاخر مصري وعنده كل الامكانيات اللي قدمها، فلازم نساعده ونفسنا ينجح لان دي تجربه مصريه يعني كلنا في الاول وفي الاخر احنا المكسب لينا احنا كمان لو ده تم يعني. ونجاحات المدرب المصري بتدي باور لكل المدربين المصريين سواء داخليين وخارجيا، مش بس تبقى يعني بدايته مع المنتخب تكون بدايه موفقه، احنا بنتمنى ان رحلته نهايته يعني لا باذن الله كلها تكون موفقه. ما لو مشي كويس في الاول هيكمل يعني. كابتن حسن شحاته في الاول كان بادئ كده، صدقني لما جه مسك في الاول شوف مشي، ده وضع استثنائي جدا. لا مشي جداً، ما انت برضو ايه طالما انت بتديني دعم وبتديني دفعه كويسه فربنا كمان هيكرمني وانا هشتغل بهدوء، النتائج هتخدمني واللعيبه اللي معايا كويسه هتمشي زي الكابتن جواري وكابتن حسن شحاته. يا مسهل، انا متفائل للكابتن ايهاب هيبقى ليه بصمه مع المنتخب باذن الله. يا رب ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا، نورتنا في حلقه. شكرا كابتن سيدي، شكرا يا كريم، شكرا لحضراتكم على متابعتنا. نهايه الاسبوع نشوفكم الحد الجاي ان شاء الله، وعش الصبح في الاهلي.